الخيول من أجمل المخلوقات اللي عاشها البشر من آلاف السنين، واعتبرها أجدادنا زمان رمز للنبل والفروسية والإخلاص. استخدمها الإنسان كمان في الحروب وفي نقل البضائع وكوسيلة انتقال، وعشان كده مش لازم نستغرب لما نلاقي محبين الخيول حول العالم بيدفعوا مبالغ ضخمة لاقتنائها. في بعض أنواع من الخيول حول العالم بتصل لأحجام ضخمة جدا، واللي ممكن من ضخامتها ما نصدقش أبدا إنهم موجودين في عالمنا الحالي، ومش هيكون في ايدينا غير اننا نقول سبحان الخالق اللي خلقها بالشكل الجميل ده. الحصان البلجيكي. الحصان البلجيكي او البرابانت بيعتبر من اضخم واطول سلالات الخيول في العالم. طوله في المتوسط بيوصل لمتر وستة وتمانين سنتي، وبيصل وزنه في المتوسط لتسعمائة كيلو جرام. الخيول البلجيكية في العموم بتتميز بشكلها الرائع والجذاب، ونالوا شهرتهم في كل البلاد كخيول استعراضية وخيول بيقتنيها الأغنياء للمتعة الشخصية. سلالة الحصان البلجيكي مسجلة حاليا في موسوعة جينيس كأضخم وأطول الأحصنة في العالم، والحصان حامل اللقب واللي اسمه بيج جيك وصل طوله ل 2 متر و 10 سنتي. أما فيما يخص الضخامة، فاللي بيحتل الصدارة عالميا حاليا هو الحصان البلجيكي بروكلين سوبريم، واللي وصل وزنه ل 1451 كيلو جرام، يعني طن ونص تقريبا. أما طوله فوصل لمتر وتمانية وتسعين سنتي، وطبعاً إن حصان يوصل وزنه لطن ونص تقريباً دي حاجة ما بتتكررش كتير، وعشان كده استحق لقب أضخم حصان في العالم وبلا منازع. حصان برشيرون. برشيرون حصان حقيقي طويل وضخم جداً، وكان بيستخدم قديماً في الحروب لسحب العربيات الحربية أو كاستخدام شخصي للفرسان المحاربين، وبعد انتهاء الحروب تم استخدامها في الزراعة وفي نقل البضائع التقيلة. السلالة دي من الخيول نشأت في وادي نهر هويسن بفرنسا، وبيتراوح طول سلالة البرشيرون الفرنسية ما بين 155 سنتي وال 185 سنتي. أما وزنه فبيوصل ل 1200 كيلو جرام، يعني طن وربع تقريبا. أضخم حصان برشيرون تم تسجيله في التاريخ وصل طوله ل 2 متر و 13 سنتي، ووصل وزنه كمان لطن و 370 كيلو جرام، وده كان في أوائل القرن العشرين. البرشيرون عنده قدرة مميزة على قفز الحواجز، وبسبب شكله الملفت للانتباه بيتم استخدامه في فرنسا في الدعاية والإعلان. حصان شاير. حصان شاير بيتميز بقدرة هائلة على سحب الأوزان بتفوق أي حصان آخر، ووصلت قوته إنه ممكن يقدر يسحب طيارة لوحده. الحصان ده فضل لفترات طويلة محتفظ بأرقام قياسية عالمية كأضخم وأطول حصان في العالم، وفي معرض بريطاني سنة 1924 قدر حصانين من سلالة شاير إنهم يسحبوا حمولة بتزن 50 طن، ودي حمولة مفيش أي حيوانات تانية تقدر تسحبها مهما بلغت درجة ضخامتها. الحصان ده استمد اسمه من مقاطعة شاير بإنجلترا، وكان نتيجة لتزاوج سلالات خيل إنجليزية مع سلالات هولندية في القرن 16. بيصل طول حصان شاير من عند الكتف ال 180 سنتي تقريبا، وبيتراوح وزنه ما بين ال 850 كيلو وال 1100 كيلو جرام. وأضخم حصان شاير تم تسجيله في التاريخ هو الحصان ماموس، والمعروف أيضا باسم سامبسون. الماموس كان حصان طويل جدا وضخم جدا، طوله من عند الكتف وصل ل 2 متر و 12 سنتي، يعني لو وقفت قدامه فهتلاقي إن ارتفاع كتفه أطول من راسك بكتير. أما وزن حصان الماموس أو السامبسون فتخطى الطن ونص تقريبا، ووصل وزنه تحديدا ل 1524 كيلو جرام. حصان شاير كان بيستخدم قديما في سحب العربيات لتوصيل البيرة من المصنع للمنازل العامة، وبيتراوح سعره حاليا ما بين ال 5000 دولار وال 12000 دولار. وفي بعض الأحصنة من سلالة الشاير واللي بتستخدم في العروض بيوصل سعرها لأكتر من 20000 دولار. 20000 دولار يعني 312000 جنيه مصري تقريبا. يا ترى ايه اكتر حصان حسسكم بالدهشة في حلقتنا النهاردة؟ قولولي رأيكم تحت في التعليقات، وهستناكم تقولولي كمان لو في سلالة خيول معينة حابين نتكلم عنها في حلقتنا الجاية. اما بقى لو اول مرة تشرفونا، فياريت ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا جرس الاشعارات على الكل، وده عشان توصلكم كل فيديوهاتنا الجديدة اول باول. وما تنسوش كمان عمل اعجاب بالفيديو وشير ليه مع اصدقائكم. كان معاكم محمد جابر، واشوفكم الحلقة الجاية.